بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. ده مجرد بس حاجه بسيطه عن الفيزيكال اكزامينيشن او البريدنج ساوندنس اكزامينيشن بتاع المير والستاليون. دي طبعا مجرد بس طلبه الاي في اس اي محتاجينها عشان خاطر الاكتيفيتي بتاعته. فنبدا النهارده ناخد فكره بسيطه عن ازاي اعمل فيزيكال اكزامينيشن او اعمل بريدنج ساوندنس اكزامينيشن للمير والستاليون. اول حاجه في المير يهمك فيها الفيزيكال كاركترستيك بتاعت يعني الجنرال كونفورميشن بتاع الحيوان نفسه مهم جدا الفيزيكال كاركترستيك. وطبعا ببدا اركز في حاجات ريليتد للريبرودكشن زي الفالفا زي البودي كونديشن سكور زي البلفيك كاباسيتي زي القدر زي الابدومينال كاباسيتي. دي كلها حاجات مهمه جدا. الحاجه الثانيه تمبرمنت الحيوان طول ما هو ممكن يبقى نيرفس انيمال ممكن ما يبقاش خايف على البريجنانسي بتاعه ممكن يبقى فيه مشكله اكسيدنتال. الحاجه الثانيه الاثليتيك بوتنشال الفيزيكال كاباسيتي بتاعته هل هو فعلا عنده اللنج كاباسيتي بتاعته اخبارها ايه السرعات بتاعته الكفاءه بتاعته. ايفالويت البريفيس فوز هل هي ولدت قبل كده ولا لا. الحاجه الثانيه والريبرودكتيف ابيليتي والولاده بتاعتها هل هي ولاده طبيعيه ولا ولاده توكيا ولا ديستوكيا وهل هي بتراعي الجنين بتاعها بعد الولاده ولا هي بتلفظه بعد الولاده. يعني بعض المير ما بتقبلش الفول بتاعها وبالتالي بضطر ان انا ارضعه لبن صناعي او ارضعه حاجه تانية غير اللبن الطبيعي بتاعها. فده طبعا بيأثر بالسلب على المناعه بتاعه الفول الصغير وفي الغالب ممكن يموت لو ما لقاش رعايه عاليه جدا عشان تحافظ عليه. الحاجه التانية اللي هو الاستاليون. الاستاليون يهمني فيه الفور بي. البي الاولى اللي هي الفينوتايب بتاعه المنظر الفينوتايب بتاعه الشكل بتاعه البرفورمانس بتاعه البيد جري بتاعته ابوه وامه اخبارهم ايه. في طبعا الخيل العربي بيبقى ليه طبعا باسبور او ليه سجل معروف ان ده باباه وده جده. البيد جري بتاعته كلها بتبقى كامله. والحاجه اللي بعد كده البروجني الاخبار الولادات بتاعته ايه ولاده اخبارهم ايه اللي قبل كده كان الكاركتر بتاعتهم مورثه هل هي في دوميننس ولا في ريسيسيف في حالات اللي الانهيرتنس بتاعته او البريدنج بتاعه. الاستاليون بالنسبه للاستاليون لو انا هعمل فيزيكال اكزامينيشن او بريدنج ساوندنس لازم افحص البينس في الاريكتد ستيت وافحص برضه اشوف البريبيوس عشان الحاجات الابنورمات اللي موجوده فيه واشوف الاسكروتم وبيهمني في الاسكروتم حته السيرمورجوليتور ميكانيزم هل بيستجيب للتغير في درجات الحراره المختلفه ولا ما فيش سيرمورجوليتور ميكانيزم. طبعا السيرمورجوليتور ميكانيزم لها علاقه وطيده بالتستوستيرون اللي ليه علاقه وطيده جدا بالسيكشوال ديزاير اللي ليه علاقه وطيده جدا بالفرتيتي بتاع الحيوان. ببدا اشوف التستز هل هي التستز دي موجوده ولا مش موجوده. لو مش موجوده دي ممكن تكون حالات ايه كريبتوشيزم ممكن تكون باي لاترال او يونيلاترال في تستز واحده والثانيه مش موجوده. مش بس كده هل الاتيتود بتاعها طبيعي يعني في الاستاليون بتبقى التستز موجوده هوريزونتال مش موجوده فيرتيكال عكس البول لازم سيادتك برضو تبدا تركز في الحته دي. بعد كده ببدا افكر اجمع منه سيمن تمام السيمن اناليسز ازاي اجمع منه سيمن احسن ايه حاجه اجمع منها سيمن باستخدام الارتفيشال فاجينا زي ما نقول ان شاء الله في السنه 5 في جزء الارتفيشال سيمنيشن. بعد كده ببدا اركز هل في فينيرال ديزيز يعني اعمل سواب واشوف في فينيرال ديزيز ولا لا موجوده. طبعا الاستاليون معرض للبروسيلا ممكن يجي له بروسيلا بس طبعا ما بيبقاش واخد الفورم بتاع الايه الابورشن في او المير ما بيحصلش ابورشن زي بتاع البقر ولكن بيبقى في حاجه اسمها بول ايفل وحاجه اسمها فيستروس ويزر وهنشوفها دلوقتي في الصور ان شاء الله. بعد كده ممكن اعمل فيزيكال اكزامينيشن اشوف اللي هي اللنج كاباسيتي بتاعته وابدا اشوف اللي هي الرجول بتاعته اخبارها ايه البلفيك كاباسيتي بتاعته اخبارها ايه. دي كلها حاجات مهمه جدا في الاستاليون تمام. بالنسبه للمير ببدا اعمل ريكتال بالبيشن للمير وطبعا الريكتال بالبيشن دي ليه بريكوشن مهمه جدا اثناء عمليه الريكتال بالبيشن. والجايد بتاعك بيبقى الاوفري. الاوفري ده بتبقى سيادتك عارف ان هو كدني شيب لو هو راوند شيب يبقى فيه اوفا ما مش راوند شيب يبقى ما فيش اوفا. بعد كده ببدا استخدم جهاز الالترا ساوند او السونوجرافي. الالترا ساوند مهم جدا فور ديتكشن اوف البريجننت انيمال فور فلوكولار ويف داينامكس او الفلوكولار متابعه التبويض فلوكولار داينامكس اللي هو عايز اشوف الاوفا حجمها قد ايه عشان نلقح الحيوان. ممكن اعمل فيجوال اكزامينشن للفاجينا والسيرفكس. طبعا الفاجينا والسيرفكس والفالفا مهم جدا في حاجه اسمها ان انا لازم الاقي الفالفا فيرتيكال تحت الايه الانس لو هي اوبليك حاجه وحشه لانها هتدخل الفيكال مطر
وهتدخل الايه الكونتامينانت اللي موجوده على الاكسترنال جينيتاليا داخل الفاجينا. مش بس كده توصل لليوترس، مش بس كده ممكن توصل للفيبرن تيوب وتعمل لي التهابات انكيورابل انفلاميشن. بعض الحالات بنروحها بنطلع القش من داخل الرحم، تخيل الاصل بتاع القش او التبن ده، الحاجات الصغيره دي بتطلع من داخل الايه الرحم، فبالتالي الحيوان ده استحاله يمسك لو هو حتى على الرغم من الاوفر بتاعه شغال ومتفرغ 14، ولكن الميديا اللي هي بتاع الامبلانتيشن وبتاع المينتيننج بريجنانسي مش مساعده على كده. ممكن سيادتك تعمل في خاص اندوميترال بايوبسي اللي انت عن طريق فرع حاجات اللي هو الهيستوباثولوجيكال اكزامينيشن، عايز تاخد شريحه تصبغها بيتش ان دي او بسبب معينه وتشوفها تحت الميكروسكوب هل فيها التهابات ولا لا، وتبدا سيادتك تعمل اللي هو الهيستوباثولوجيكال اكزامينيشن. دي صوره للبريدنج ساوند ريس اكزامينيشن بتاع الستاليون. زي ما انتم شايفين طبعا الفيزيشن بيبدا يفحص الايه التستس، هل هي موجوده ولا لا، والسكروتال ساكس مكانها طبيعي ولا لا، وهل في سيرموجاتو ميكانيزم ولا لا، التغير في درجات الحراره دي بي بي بيأثر على السكن بتاع السكروتم ولا ما بيأثرش، وهل طبعا البينز بيحصل له اريكشن ولا ما بيحصلهوش، والفتحه بتاع البريبيوس موجوده ولا مش موجوده. دي كلها حاجات مهمه جدا في حالات الفيزيكال اكزامينيشن بتاع الحيوان. طبعا الكونفيجوريشن بتاع الحيوان او اللي بيسموه البودي كونفورميشن بتاعه مهم جدا برضو. طبعا الناس اللي بتفهم في الخيل العربي تعرف ايه هي مميزات الخيل العربي. العين طبعا بتبقى بارزه جدا، بيبقى الوش بيبقى كانه ملحوت تمام، الودان بتاعته بتبقى واقفه، بتبقاش ايه ما بتبقاش نايمه، لا بتبقى واقفه، والحيوان ده بيبقى ليه طبعا الكونفيجوريشن بتاعته، رقبته وصدره لها كاركتر معينه، واللوسترنس بتاعته بيبقى لها برضو كاركتر معينه غير الحيوانات الثانيه اللي هي غير عربيه او النون اريبيان هورس. ده صوره للبنايل تيومر في الاستاليون، وزي ما انتم شايفين كده في حاجات اللي هو البريبيوتيال ماس موجوده في الصوره اللي هي على اليمين ديت، اهيت البريبيوتيال ماس، وفي بنايل تيومرز في البينز الاريكتد بينز، في حاجات ايه سويلنج ملهاش اي ايه لازمه هنا خالص. تعمل السويلنج دي كلها بسميها بنايل تيومرز، وفي بريبيوتيال تيومرز في البينز بتاع الاستاليون. دي صوره لحاجه اسمها بول ايفل اللي هي الصوره اللي على الشمال ديت. طبعا في صديد، مكان صديد هنا بيطلع او مكان ابسس انكيورابل ابسس بيطلع صديد بصفه مستمره، ياخد علاجات تتسببه طبعا البروسيلا. ودي طبعا برضو حالات الفيستروس ويزر، زي ما انتم شايفين الفيزيشن والاسيستنت بتوعها بيعملوا حاجه اسمها ديبريدمنت للايه، او بيعمل حاجه اسمها السيرجيكال انترفيرنس او تريتمنت للديد تيشو، بيشيل الديد تيشو وبيبدا يعالج الايه الفيستولاس ويزر. دي حاله فيستولاس ويزر اللي على اليمين، وعلى الشمال دي حالات البول ايفل، وطبعا الاثنين دولت سيادتك معناها ان الحصان ده عنده بروسيلا مع اكتينومايسيس بوفيز، والاثنين علاجهم بيبقى صعب جدا. دي نورمال وابنورمال بوزيشن بتاع الفالفا في المير. زي ما انتم شايفين على الصوره اللي في الشمال ديت، ده النورمال، ادي الانس اهوت وتحته على طول الفالفا فيرتيكال، فبالتالي حاول نعمل ديفيكيشن حته ان يخش فيك المطر او تخش كونتامينانت داخل الايه الفالفا بتبقى قليله جدا، على عكس الصوره اللي على اليمين زي ما انتم شايفين الايه الانس او الريكتم داخل جوه خالص، وبالتالي حاول بيعمل ديفيكيشن بتنزل فيك المطر في المكان ده تمام، بيحصل حاجه اسمها نيمو فاجين. نيمو فاجينا اقدر اشخصها من الاتيتيود بتاع الفالفا، وبالتالي الفيزيكال اكزامينيشن حاجه مهمه جدا للحيوان ان انا اعملها ولها علاقه بالريبرودكشن. لو شفت الشكل ده الفرصه دي ممكن ما تمسكش، الفرصه دي ممكن يكون التابوت بتاعها كويس جدا ولكن ما بتمسكش. اعالجها ازاي؟ لازم اظبط البودي كونديشن سكور بتاع الحيوان، والحيوان ده يبدا اعمل له اكسرسايز عشان تبدا ليه الفالفا تاخد الوضع الطبيعي بتاعها والريكتم ياخد الوضع الطبيعي بتاعه. دي طبعا صوره ثانيه برضه للنورمال والابنورمال. الصوره اللي على الشمال دي اللي هي النورمال، والصوره اللي على اليمين دي اللي هي الابنورمال، بيبقى اوبليك فالفا اندر ذا اينس، ودي فيرتيكال فالفا اندر ذا اينس في المير. دي صوره للجرانولوزا سيل تيومر لو انا استخدمت جهاز الترا ساوند عشان اشوف الفيزيكال اكزامينيشن او البريدنج ساوند اكزامينيشن. دي صوره للجرانولوزا سيل تيومر زي ما انتم شايفين بتبقى عامله زي قرص العسل او خليه النحل نفسها، القرص اللي بيتحط في خليه النحله بيسموها جرانولوزا سيل تيومر. الحاله ديت موجوده كتير جدا في المير، وبتبقى مشكله ان ممكن تلاقي الاوفري قد دماغ الايه الطفل الصغير، وممكن يوصل لحد لحجم البطيخه الكبيره
ودي طبعا بيأثر على الفيرتيليتي بتاع الحيوان. جرينوزا سيل تيومر لا تستجيب لحقنة البروستاجلاندين اف 2 الفا، وبالتالي سيادتك ممكن تحقن الحيوان بالبروستاجلاندين اف 2 الفا، وبعد 7 ايام تبدأ تشوف الايه التيومر ده هل استجاب. لو استجاب تمام يبقى نيوتيال تيشو، ما استجابش يبقى جرينوزا سيل تيومر. ولكن سيادتك لو معاك الترا ساوند وعملت الصوره ديت، دي مشخصه نفسها دي حاله جرينوزا سيل تيومر. طبعا لو هي في الاوفري اليمين غير ما تبقى في الاوفري الشمال. الاوفري الشمال طبعا اكتف في المير، الاوفري اليمين طبعا بيبقى ان اكتف بالنسبه للشمال في المير. فبالتالي لو في اليمين مش هتزعلني كتير، ولكن لو في الشمال هتزعلني بصوره او بنسبه 65% من الايه من الاوفريان اكتيفيتي بتاع الحيوان. دي صوره للسيست موجوده في الفالفا بتاع الحيوان، بتبان والحيوان راقد، بتبان والحيوان دي كونجنتال افكشن سيست موجوده في الفالفا، بتبان والحيوان راقد. دي سيست طبعا سيادتك برضو لو بتعمل فيزيكال اكزامينشن او بريدنج ساوندس اكزامينشن للحيوان، الفرسه دي او الهيفر دي ما ينفعش تستخدمها في حالات الفيرتيليتي، ممكن تستخدمها كخيل ادب ماشي، انما تتجوز وتجيب فول صغير يبقى فيها كونجنتال افكشن. لو سيادتك نجحت وتعاملت مع السيستة ديت ممكن تورث الصفه ديت للاوفيس برينج بتوعها، ويبقى عندهم نفس الحته بتاع الانهيرتنس او الايه الجينيتك بريديسبوزيشن. دي طبعا صوره ازاي تجمع سيمن من حيوان اللي هو الاستاليون باستخدام الارتفيشال فاجينا. ده الارتفيشال فاجينا وبيبدا ايه يعمل، يخلي الحيوان يعمل ماونت على حاجه اسمها الضمي تمام او الفانتوم، ويبدا يجمع بالارتفيشال فاجينا. الارتفيشال فاجينا بتاع الاستاليون حجمها كبير ولازم يكون فيها فلتر عشان السيمن بتاع الاستاليون فيه جيل فراكشن وفيه ووتر فراكشن. لازم سيادتك تفحص الايه الووتر فراكشن، ما يهمكش الجيل فراكشن اثناء عمليه الاكزامينشن. دي صوره للارتفيشال فاجينا بتاع الاستاليون. اوبتيمال تمبريتشر انسيز ارتفيشال فاجينا از 40 ل 42 درجه سنتيجريد اثناء عمليه الكولكشن. لو اقل من كده الحيوان مش هيجمع سيمن، لازم يكون من 40 ل 42 درجه سنتيجريد بتاع الارتفيشال فاجينا او الانر سليف تمبريتشر. دي طبعا اشكال مختلفه للارتفيشال فاجينا، دي الكولورادو ستايل وحاجه اسمها المزور ستايل تمام. دي انواع الارتفيشال فاجينا بتاع الاستاليون. طبعا بنشكر حضراتكم للاستماع لهذا الفيديو، طبعا هو عشان بس الوقت، فدي حاجه مورد ان بريف فور فيزيكال اكزامينشن او البريدنج ساوند اكزامينشن بتاع الاستاليون، وان شاء الله نكمل في المرات القادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.